رضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه وعلينا معهم فارض عنا يا رب العالمين. توقفنا البارحة مع موقف القصاص من مشاهد يوم القيامة، ذاك الموقف الذي قلنا عنه إنه يجب على كل مؤمن منا أن يلحظ هذا المقام وأن يراعيه وأن ينبه غيره إلى عظمته وما فيه، لأنه سينال فيه الإنسان جزاء ما اقترفت يداه، لا في حقوق الله عز وجل وإنما في حقوق البشر، تلك التي لن يغفر الله شأنها إلا إن سومح صاحبها من قبل من آذاه أو اعتدى عليه ويرضى ويطيب قلبه، أو بأن يأخذ من حسناته أو أن يطرح عليه من سيئاته. وذاك المقام الرهيب الذي ينبغي علينا أن نلحظه حتى لا نكون من أهله. ثم إني أريد الدخول في مقام جديد ومشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو مشهد الصراط. ولكن أحببت أن أقدم له بحديث عظيم جليل قيم طيب، أخرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث فيه ذكر مواقف عظيمة جدا من مواقف يوم القيامة وعديدة، عرضنا لبعضها وسنعرض لبعضها الآخر، وفيه تفصيلات وبيانات أحببت أن أقدم به بين يدي كلامنا عن المشهد الذي سنتكلم عنه بعون الله، ألا وهو الصراط. وفي هذا الحديث تفصيل وأشياء عظيمة لا بد لنا أن نتوقف عندها في الكلام عن يوم القيامة. أحببت أن أسرده بنفسه وحروفه وألفاظه من صحيح مسلم، وهو في البخاري أيضا. ليس من عادتي أن أقرأ كما تعلمون، ولكن أريد أن أسوقه بنصه وحروفه وألفاظه لما فيه من جليل بلاغة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوصيفه وتشخيصه لذاك الموقف العظيم، وهو أعلم الناس به بتعليم الله تعالى له ما الذي سيجري فيه. قال الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. من باب الذكرى يا أحبتي، هؤلاء الذين سقناهم أسماء هؤلاء الرجال رواة هذا الحديث هم الذين يسمون بإسناد الحديث. تسمعون أنتم دائما الإسناد، إسناد الحديث، إسناده صحيح، إسناده ضعيف. هؤلاء الرجال الذين ذكرتهم هم ما يسمى بالإسناد. قال: كيف يعني؟ يعني قد يكون أحد هؤلاء الرواة مثلا ينسى فيصبح ضعيفا عند المحدثين، إذا كثر نسيانه يصبح ضعيفا. قد يكبر أحد هؤلاء فيبدأ يضيع، يعني بالعام بيخربط بين كلام وكلام فيصبح ضعيفا، وهكذا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوة ليس معها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما،
يعني الشمس أو القمر. هل يقول أحدنا في يوم الصحو للآخر ابتعد قليلا حتى أستطيع رؤية الشمس؟ يقول انظرها، لن أبتعد ولن تبتعد، أن كلنا نراها. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم بدأ يفصل، قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، الأذان هو النداء يعني نادى مناد، ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله تعالى من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. قال إيش يعني؟ يعني الفاجر يعبد الله؟ نعم، قد يكون إنسان لصا لكن هو كافر، إذا كان لصا لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله، لا نكفر أحدا بمعصية كما كان أهل العلم يقولون من قديم الزمان، لا يكفر أحد بمعصية. قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. قال يعني وأهل الكتاب يعبدون الله فهم ناجون، اصطبر بالله عليك، ليسوا بناجين، لكن لماذا بقوا؟ سيأتي الحديث على ذلك. قال فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. قال فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ ألكم طلب؟ ماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم، ألا تريدون؟ ذاك المكان الورود ومكان الشرب، ألا تريدون؟ قال فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. المسافر في الصحراء يعطش، فإذا انتهى الماء الذي بين يديه يأمل بوجود الماء، فيرى أمامه سرابا كما وصفه الله تعالى، سراب بقيعة، يحسبه قيعة يعني مكان بعيد عن الماء ومنخفض، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تريدون الماء؟ انظروا. فينظرون بعيد السراب، سراب التماع كأنه الماء، يسرعون. قال كأنها سراب النار يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. عن من نتكلم؟ قال ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ ما طلبكم؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم، ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، واضح الكلام بر وفاجر. قال أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. سنشرح بعد قليل لأن الكلام مهم جدا أن تفهمه وتعيه، لا تستعجل. قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقال أو فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد ينقلب.
فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله تعالى له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقال فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. ما القضية؟ هل الله تعالى له صورة؟ والله تعالى قال ليس كمثله شيء، ومن ثم إذا رأوه يقولون نعوذ بالله منك، هل كان الذي يكلمهم غير رب العالمين؟ كل هذا لا. يقول أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، أدنى صورة يعني أقرب صورة، وصورة بمعنى صفة، في أقرب صفة من التي كانوا يعرفونها، أو من التي هنا في لفظ الحديث رأوه فيها المؤمنون. هل رأوا الله تعالى في الدنيا؟ لا، حتى ذلك الوقت، قبل ذلك الوقت بقليل، هل رأوا؟ لا. فما هذه الصورة؟ قال هي الصفة، في أقرب صفة كانوا رأوه فيها، رأوه بمعنى يعرفونه فيها، يتجلى الله عليهم في أقرب صفة يعرفونها، قد سمعوا بها. قد يتجلى الله تعالى بصفة تجل نوراني، لكن هم يعرفون أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه الصفة قد تكون تجلى الله تعالى بها فكانت قريبة من بعض مخلوقاته، لذلك المؤمنون الصادقون يعرفون في الدنيا ليس كمثله شيء. الآن تجلى علينا بصورة، كما قلنا يعني بصفة شبيهة شيئا ما ببعض المخلوقات، كيف هذا؟ لذلك لا يصدقون، يقولون نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، ما هذه الصفة التي نعرفها؟ نحن نعرف الله تعالى ليس كمثله شيء. ثم يتذللون، يا ربنا فارقنا الدنيا أو الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. هذا حال كثير من المؤمنين عبر العصور، وبخاصة في آخر الزمان، إذا صاحب كل الناس أضلوه عن سبيل الله. الله تعالى يقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالمؤمن في كثير من الأحيان لا كبرا وإنما تجنبا للوقوع في المعصية قد يترك صحبة كثير من الناس خوفا من الزلل على نفسه. هؤلاء يقولون يا ربنا نحن في حال شدة، الآن أنت تجليت علينا بصفة غير التي نعرف، كما قلنا ما التي يعرفون؟ أنه لا يشبه شيء. فنحن تركنا الدنيا ولم نصاحب الناس فيها ابتغاء هذا اليوم أن ننال رضاك فيه وأن نصل إلى مبتغانا برضاك ودخول جنتك. فهذا الذي نراه الآن أمر عصيب صعب، يا ربنا يا ربنا أنجنا منهم، أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، حتى إن بعضهم لا يكاد ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. قال فيكشف عن ساق. قال الله تعالى منذ قليل قرأت في الصلاة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا الحديث مصداق هذه الآية، الآية هي الأصل والحديث جاء لتفصيل وشرح هذه الآية. قال فيكشف عن ساق، قال إيش هذا الساق؟ هذا الساق يا أيها الأحبة سأذكركم ببحث كان كثير منكم حاضرا فيه من أوائل بحوث دروسنا هذه، دروس الإيمان بالله وأركان الإيمان وقسم العقيدة بشكل عام، وهي آيات الصفات.
الآيات المتشابهات، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، نسوا الله فنسيهم. هذه يسميها أهل العلم آيات الصفات، الآيات المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآيات التي تذكر أن لله عينا ويدا، وأنه تعالى الرحمن على العرش استوى، وأنه نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذه الآيات ظاهرها قد يوهم تشبيه الله بخلقه، ولكن الله تعالى قال أيضا هو سبحانه ليس كمثله شيء. لعل بعضكم يتذكر ما الذي قلناه نقلا عن أهل العلم في معنى هذه الآيات، ومنها يوم يكشف عن ساق. ماذا قلنا للعلماء فيها؟ تأويلان أو منحيان. المنحى الأول منحى ما يسمى بمنهج السلف، وهم السلف الصالح كانوا يقولون نؤمن بما جاء به القرآن وما جاء به الحديث من غير تأويل ولا تفصيل ولا شرح ولا أي شيء. قال الله يكشف عن ساق، يكشف عن ساق، اسمعنا لا أعلم، شرحها الله لنا لا، شرحها الحديث أكثر لا، نؤمن بها طبعا الله قالها، غير ذلك لا. هذا يسمى مذهب السلف، وهو ترك كل ما جاء مما ظاهره قد يشوش ذهن الذي يقرأ تسليمه إلى الله تعالى وتفويضه، لا يفسر شيء. مذهب الخلف وهو مذهب العلماء الذين جاءوا متأخرين ولكن عاشوا في عصر كعصرنا. كثير من الناس يقول إيش هذا يعني؟ أنا ما بصدق بهالحكي، إيش معنى هذه؟ أنا لا أقبل بهذا الكلام، إما تفسر لنا وإما هذا كلامكم متناقض، وا 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 وا. عصر الشبه، عصر دخول الملاحدة، الزنادقة، الضالين، بعضهم دخل في الإسلام زورا ليشوهه، بعضهم لم يدخل ولكن حاجج المسلمين، هاتوا جوابا، ما عندكم جواب، دينكم غير صحيح. هؤلاء العلماء الذين سنسمي أو سمينا مذهبهم مذهب الخلف قالوا نؤول هذه الآيات بما يليق بالله تعالى، يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم، نسوا الله فنسيهم، الله قال وما كان ربك نسيا، فهل ينسى؟ حاشاه. قال كيف يعني؟ يعني بما أنهم في الدنيا قد أهملوا أمر الله تعالى فإن الله يعاقبهم بمثل عملهم في الدنيا، فيدعونه يوم القيامة ويطلبون النجاة من عذابه لكنه لا يستجيب دعاءهم، ليس لأنه ناس لهم، حاشاه من النسيان، ولكن يعاملهم بمثل عملهم. هذا يسمى عند أهل البلاغة المشاكلة. الآن الساق مثلا يوم يكشف عن ساق، حاشا لله أن تكون له ساق فسيكون كساق المخلوقين، حاشا لله. طيب ألم يقل يكشف عن ساق؟ عند السلف ماذا نقول؟ أفوض العلم لله، لا ندري، لا أعلم شيئا. عند مذهب الخلف إذا أردنا قليلا أن نقرب يعني كما نقول الكلام لذهننا، قالوا يكشف عن هول وشدة. تقول العرب إذا استعرت المعركة يقولون كشفت الحرب عن ساقها، حرب لا ساق؟ لا، يعني اشتدت، صارت تحطم بعضها بعضا، يوم يكشف عن ساق أي عن شدة وهول. وهذا نفسه قول بعض السلف الصالح كابن عباس رضي الله عنه، رغم أنه من السلف إلا أنه فسر هذه الآية بالتأويل، قال يكشف عن ساق كما ذكره المفسرون نقلا عن يكشف عن هول وشدة. يتجلى الله عليهم بتجل آخر، حينها المؤمنون مباشرة يخرون لله سجدا. قال فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، يعني صادقا ليس منافقا ليس كذابا ليس خائفا. قال خائف؟ نعم، في العصر النبوي بعض المنافقين خاف ظنه وهو في ظنه كاذب،
ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتله فتظاهر بالإسلام ودخل فيه. هؤلاء يسجدون لله تعالى لغير الصدق. قال فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه صادقا لا مرائيا لا منافقا إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه كأنه قطعة كأنه جدار ظهره، يريد أن يسجد يقلب إلى الخلف. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود هؤلاء منافقون الذين ظاهرهم أنهم من هذه الأمة لكن باطنهم هذا لا يستطيع أنا أو أنت أن نحكم عليه، الله هو الذي يحكم فيه. أن نقول فلان منافق فلان لا يستحق الجنة هذا، لكن يوم القيامة نحن نتكلم عن ما الذي سيصنعه رب العزة لا نحن. نعم هؤلاء يسجدون في الدنيا اتقاء ورياء كذبا منافقون. قال كلما أراد أن يسجد خر على قفاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، تجلى عليهم بصفة يعرفونها ليست كصفة المخلوقين، فيقولوا أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ليس كمثله شيء. قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. ما الجسر؟ هو الصراط. أنا قدمت لكم قلت هذا الحديث سيأتي على أشياء لم نذكرها وعلى أشياء سنذكرها وعلى أشياء أخرى لعلنا مع حديثنا بعون الله نفصل فيها. سأتم الحديث ثم بعون الله تعالى نستفيض فيه في حلقتنا أو حلقة أخرى بعون الله. قال ثم يضرب الجسر على جهنم الصراط وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ هذا الجسر ما صفته؟ قال دحض مزلة. دحض مزلة، دحض يعني زحليق بالعامي، زحليق مزلة لا تثبت عليه إلا أقدام الثابتين. الإنسان الذي خطواته في الأصل متعثرة هذا سيزل ويسقط. دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، أشبه ما تكون هذه الأشياء الثلاثة بما عند الجزار لحام القصاب التي يعلق عليها قطع اللحم. هذه خطاطيف وكلاليب وحسك. قال تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، يصور لهم للصحابة رضي الله عنهم نوعا من الأشواك يكون معقوفا هكذا يكون بنجد. قال فيمر المؤمنون يعني على هذا الصراط، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. قال فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. قال فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقي وإلى ركبتي ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا.
قال وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فحم قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أفواه في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجر ومنها ما يكون إلى الظل يكون أبيض وما يكون للشمس يكون أصيفر. قالوا يا نبي الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الله من النار الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقولون ربي فيقول لهم ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. سقت الحديث بإسناده وأما تفصيل ذلك فسأدعه إلى غد إن شاء الله تعالى. نفعنا الله بما تعلمناه والحمد لله رب العالمين.